بقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول. تمام، احنا بدانا طبعا الرحله، اكيد كنت معانا وشفت كان في تاخير في الطيران، كان في شويه تعب شويه في موضوع الطيران، طلعت من القاهره متاخر، وبعدين لما رجعنا على كازابلانكا برضو يعني كانت الشنط وحاجات اتاخرت في الطياره. المهم ف السفر مع الوقت، السفر بالباص وبعد كده رحنا بالطياره، زي ما انت شفت الطياره كانت متعبه جدا اللي جينا بيها هنا المدينه هنا. يعني الحمد لله دي حاولنا نتغلب على دي، حاجات خارجه على ارادتنا يعني. فحسام طبعا عمل حاول طبعا يدخل الفرقه في حته الاستشفاء بعيد عن تعب الطياره، احنا نفسنا اصلا كنا تعبنا، فالله يكون في عون اللعيبه يعني. بس الحمد لله دلوقتي مع التمارين بدأنا شغالين كويس قوي الحمد لله، واللعيبه في احسن حالات الحمد لله، بس يتوقع توفيق ربنا. ومباراه مهمه جدا، لان احنا كمان مباراه العوده معاهم برضو في بورسعيد، فانا شايف ان هي ان شاء الله يعني تركيز، كل التركيز، والحمد لله اللي انا شايفه من اللعيبه ان متحملين مسؤوليه، عايزين عارفين الموقف بتاعنا كويس قوي، وعارفين ان الفرصه باذن الله ان احنا اللي متعودين عليه ان انت تحاول تشتغل وتجتهد في كل مباراه، وتعمل الباقي بقى ربنا يعني، تعمل اللي عليك والباقي ربنا يعني. فانما احنا بنجتهد، فريق نادي بركان فريق عنده عناصر لعيبه كويسه، فريق قوي طبعا، في تعرف فرق شمال افريقيا على ملعبها بتبقى قويه جدا، كمان الضغط الجماهيري كمان صعب طبعا بالنسبه اللي عندنا بعض اللعيبه الخبرات بتاعتها هتبقى ضعيفه في حته الجماهير، وحته ان يلعب في شمال افريقيا برضه مش يعتبر اول مره، معظمهم بيلعبوا في شمال افريقيا، في المغرب، تونس، الجزائر، انما الحمد لله اللعيبه يعني مهيئين نفسيا ان الجو العام بيبقى هنا في شمال افريقيا او في المغرب بصفه خاصه بيبقى عامل ازاي، الجماهير بتبقى مشدوده، بتقابل دوت بهدوء اعصاب، بكوره بكورتك كويسه بتبتدي الملعب كله بيسكت، لما انت انا خبرات انا عارف، لما تيجي تلعب بتشتغل هنا لما بتنقل الكوره والجماهير والفرقه اللي قدامك بتشتغل شغل كويس كوره بتلاقي كله سكت، فده اللي بننقله للعيبه، وان شاء الله قبل المباراه برضه بنتكلم في الموضوع ده بحيث ان نتغلب على حته الضغط الجماهيري في ملعبهم، وملعب صغير طبعا زي ما الناس هتشوفه، فان شاء الله خير باذن الله. كل اللي نتمناه ان احنا ان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه تساعدنا في المجموعه، ان احنا باذن الله نوصل نعدي الدور ال 16 باذن الله، عشان نلعب بقى الطموح الكبير بتاع جمهور بورسعيد ان شاء الله.